نمرة اثنين، نزر هاشم ذاته، نزر هاشم ذاته في نفسه ما بتلقى له كلام في الصوفية اللي قاعدين في السودان ده. الإزيرك ده السودان ده مرمطه كده، مرمط السودان. شبه على كثير من خلق الله، كثير من خلق الله بقوا ينادوا غير الله بسبب الإزيرك. في النيل الأزرق بيظهر، في التلفزيون القومي بتاع البلد بيظهر، في قناة أم درمان بيظهر، أكثر القنوات مشاهدة يظهر فيها الإزيرك. بيفتحوا له القنوات، يعني عم نتكلم انك انا نزار هاشم تجي القنوات، وان كنت لا ترى التصوير وده راي معتبر عند علمائنا، لكن بنقول انك ما تكلمت في داعيه من دعاة الضلال وضلاله منتشر، ما بتتكلم فوقه، وده حالك وده حال دعوتك ونتيجه حال الدعوه، الدعوه بتاعتك النتيجه حقتها انه لا تحارب البدعه والضلاله. وعنده في موقعه ردين بس، واحد على علي الجفري، واحد على المودودي. انا بسالكم يا شباب، بتعرفوا زول اسمه المودودي؟ حصل لقاكم المودودي ده؟ ها؟ في الصوفيه بتعرفوا منه في السودان؟ ها؟ المودودي ده كده خليه، في السودان يا ناس بتعرفوا منه انتم؟ ها؟ بتعرفوا منه من الصوفيه؟ بيعرفوا البرعي، بيعرفوا المكاشي، بيعرفوا الخنجر، بيعرفوا الازيرك، بيعرفوا حامد بابكر، بيعرفوا الكباش، بيعرفوا واد بدر، بيعرفوا الجعلي، بيعرفوا الشيخ اللمين بتاع التشيكسي، ديل كلهم طواغيت. بيعرفوا ود العجوز، فهمت؟ بيعرفوا احمد التجاني، بيعرفوا الخلفاء بتاعين ود المرين، بيعرفوا الركيني، بيعرفوا كزنزاني، غيرهم من الطرق الصوفيه. ليه ما رديت عليهم؟ وين دعوتك الواضحه لدعوه لهدم الطواغيت في السودان؟ العلماء الذين تتلمذت عليهم ولم تستفد منهم والتصقت بهم وهم براء في منهجهم عن منهجك، ما تركوا داعية من دعاة الضلال إلا وبينوا أمرهم، وهذا من الأمور والجهاد العظيم الذي نسأل الله يثيبهم عليه. شيخ ربيع المدخلي شيعة كشفه، صوفية كشفه، عرفته؟ أخوان مسلمين، سيد قطب من أعظم من رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله كشفهم، الأخوان المسلمين بشتى اتجاهاتهم كشفهم، سلمان العودة لأنه ده الشيخ ربيع حفظه الله سعودي، وسلمان العودة سعودي كشفه، وبلدي الرجل أعلم به كشف، برضو عبد الرحمن عبد الخالق المصري فهمت المتجنس، وغيرهم من علماء وأئمة الضلال كشفهم الشيخ ربيع وجزاه الله خير الجزاء، وعرف ذلك عنه عند أئمة السنة. أين أنت يا نزار من بيان هذا الحق للناس؟ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي كشف القرضاوي وقال قرض الله لسانه وسماه الكلب العاوي، وعنده كتاب اسمه المصارعة. لقاك الكلام ده؟ لقاك؟ عرفته؟ طيب، فده الحال بتاع نزار هاشم. حقيقة دعوته الآن نحن في السودان لا نعلم لنزار هاشم كلام في أئمة الباطل ودعاة الباطل الذين نتأذى منهم في السودان، لا نعلم لنزار هاشم كلام في هؤلاء، لكن كلامه فقط في الدعاة إلى التوحيد، حتى وصل به الحال إلى أن يصفهم بالمنافقين. هذا الخبيث أبو عداب هو على قتل السم اللي يطعن في نزار هاشم، لأن هذه دعوة ما خلعت يا أخي. طيب كونك تدخل على الشيخ ربيع، الشيخ ربيع إمام وجبل وإمام في السنة، ما عندنا شك في ذلك، لكن قد يلبس علينا الملبس، قد يأتي الإنسان يتغمص يكذب ينافق، هذول عن النفاق يا أخي. ينافقون. فتجي يا نزار هاشم تمرق لك 16 ورقة بشحمها ولحمها وتتكلم في عالم من علماء أهل السنة والجماعة بغير حق، كما سأذكر لك بعض النقاط، بغير حق، وتترك هؤلاء الذين ملأ فسادهم الدنيا، والذين كان الفساد في السودان بسببهم غلوا الأسعار وذهبت البركات وانمحقت عن كثير من ديارنا في السودان بسبب دعاة الشرك والباطل. أنا الآن بتكلم وهم بيتكلموا، عندهم إذاعات وعندهم قنوات وعندهم جرائد. يسلم منك هؤلاء ولا يسلم منك إمام وشيخ كالشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله، عرفته؟ 16 صفحة ما عنده ولا 3 صفحات
في البرع، ما عنده لا ثلاثة البرع ده مبارنه كم نفر حصل شفته. عشان ما تتهم كلام ساكت، امشي شوف الكريدة لما يمشي زيارتهم البرع، امشي شوف ام الريح لما يمشي زيارتهم البرع، امشي شوف طابت لما يمشي زيارتهم البرع، امشي شوف المجاهدين هنا في الخرطوم لما يجي البرع ولا ولده، امشي ام روابة، امشي الزريبة خليها، امشي اي محل امشي لها البرع، شوف افسد في الناس كيف، عرفتها؟ امشي شوف الطريقة المكاشفية، كم واحد تابع الطريقة المكاشفية؟ واحد قال جنة ما فيها المكاشفي، نحن ذات ما نحن ذات ما دايرنا. زول قال جنة ما فيها المكاشفي، نحن ذات ما ما دايرنا. أهؤلاء أولى ب 16 صفحة أم الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ 16 صفحة في زول زول داعية من دعاة الحق وكشف الباطل وليلا ونهارا يكشف الباطل جزاه الله خير الجزاء، ها؟ ولكن كما قال العلامة ابن القيم لما ذكر العقبات التي هي في طريق الإنسان إلى الله بعد أن ذكر الشرك والبدع والجهل بأسماء الله وصفاته والكبائر والصغائر إلى آخر، ذكر منها عقبة قال ولا يسلم منها حتى الأنبياء، وهم الذين يقعدون للمصلحين في طريقهم في الإصلاح ويؤذون هؤلاء المصلحين، عرفتها؟ انت ما تكون منهم يا نزار هاشم، ما تكون منهم، تقيف طريق عثرة، طريق عثرة، كلامك كله ها غالبه ما في التوحيد. انا مش كلامك ده مغال، كلامك ليس بأمين يا صلاح اللمين، ها كلامك ليس بشنو تاني عنوان دفح ودفح الكلام بتاعه مين كده شنو كده عارف الركابي، مين اللي بيعرف عارف الركابي؟ العارف من ذاته. تكلم في التوحيد، تكلم في التصوف، بلد دي ملانة صوفية، أغني عد تجي معانا حمد النيل، تخيل زول بني آدم داعية سوداني بيقنعوا إنه في شرك في السودان، داعية سوداني لو قلت لي أنا مقتنع معناه دي مصيبة كبيرة. وين دعوتك للتوحيد؟ وين بيانك للحق؟ مش ما دار تظهر في الكاميرات والتصوير وكذا، وده أنت شايفه حرام من حقك ما تظهر. وين كتاباتك؟ وين كتبك؟ وين محاضراتك؟ يا اخي زول ده عنده نقاش مع واحد اسمه حسن ولا شنو، قال له انا فنان من الستينات، فنان قال له كده، وقام قال له يا اخي الفن ده انا زمان بناقش نزار هاشم الذي يزعم انه مشرف موقع رايه السلف، المناقشه موجوده على اليوتيوب. قال له يا اخي انا من الستينات بسمع الغنى، وانا افتاني صلاح ابن الباديه على حل هذا الموضوع، وصلاح ابن البادية والشيوخ بدل ما يكشف صلاح ابن البادية والنيل أبو قرون والشريك بتاعهم، والنيل أبو قرون ده أنكر صورة كاملة صورة عبسة أنكر مرة واحد، بدل ما يناقشوا في ده قام مسك له والغناء، الغناء حرام صح أنت تنكر عليه والغناء، لكن ما الأولوية في الإنكار؟ الدليل يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام لما صاحبه في السجن أصحابه في السجن صاحبينه في السجن ها لما قالوا له إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما، سألوا عن الرؤية بدأ بجنوب التوحيد، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدة واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد ذاك بدأ لهم التوحيد وفصلوا لهم تفصيل بالوحدة، عرفته؟ حتى بعد ذاك قال لهم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفسيان. بدلهم بالتوحيد والعقيدة، ها أول حاجة تجي تنكره، هل الرسل أول ما بدأوا لوط عليه السلام بدلهم بالتوحيد ولا بدلهم بإنكار جريمة اللواط وهي جريمة عظيمة؟ بدلهم بشنو؟ بالتوحيد. شعيب عليه السلام أهل مدين بدلهم بشنو؟ بدلهم بالتوحيد، حتى بعد ذاك أنكر عليهم ما هم فيه من الفساد في الأموال وفي بخسها إلى آخر. فأول حاجة تبدأ بالتوحيد،
عشان تعرف انه منهجه ما منهج، ما المنهج بتاع العلماء شيخ ربيع وغيره من علماء السنه والجماعه، عرفته؟ طيب ها يحزن نص صفحه، انا الكلام ده غايزني 16 صفحه، ما بتخاف الله 16 صفحه؟ فدي رساله للناس، جزاك الله خير يا اخونا، دي رساله للناس اللي بيسمعوا لنزار هاشم. بني ادم بيكتب 16 صفحه في واحد من العلماء. انا ما محتاج ذاته عشان اذكر لك تزكيات العلماء له، ما محتاج انا، عرفتها؟ وانا لو ذكرت لك تزكيات العلماء له اكون نقصته من قدره ذاته، ما محتاج. عالم وحاله، حاله يغني عن هذه التزكيات، حاله حفظه الله، نسال الله ان يثبتنا واياه على الحق وعلى الخير وعلى السبيل القويم والمنهج السلفي الصحيح. فزول تتكلم تجيب فيه 16 صفحه، 16 صفحة، 16 صفحة عشان ديل 16 صفحة، ما تخاف الله، الله سيدك ما تخاف يا اخي. احنا هنا بنكشف انصار السنة، لكن انصار السنة بس لما يجينا زي الولاد القبيل ده نديهم 5 دقائق 10 دقائق، لكن 3 4 ساعات الله يتقبل كلها توحيد نجيط، عرفتها؟ اشتغل شغل نجيط. الشيخ ابن باز تجيب له مسألة في الفقه، مسألة في الوضوء، بيربطها لك بالتوحيد، ده شغل النجيط، عرفتها؟ لكن انت ما استفدت من ملاقاتك للعلماء.